والله يا رانو، هي رابع مرة بطلب منك مقلب الحمل بخالد، وانك بتكرهي وجبتي بيبي جديد وبتحبي البيبي جديد اكتر منه. صراحة لح اعمل المقلب بس مو كامل، بس لح اعمل مقلب اني انا حامل بخلودة، ما فيني هيك وحسسه اني بكرهه وبحب البيبي اكتر منه، لانه خالد كتير حساس وفورا لح يبكي. اما مقلب الحمل فنص نص يعني مبلوعة. فيلا نبلش مقلبنا لليوم. وهلو هلو، اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة رانا هوم. وفيديو اليوم هو فيديو مقلب الحمل بخلودة، واول شي لازم نفكر فيه كيف لازم اعمل بطن اصطناعية واخدع فيها خلودة. اول شي خطر لي اشتري بطن اصطناعية، بس للأسف البطن الاصطناعية بدها وقت لتجي. لهما شو بدنا نعمل بهالحالة؟ شلون بدنا نحط بطن؟ قام تذكرت انه عندي هاي المخدة، وقلت يعني هاي المخدة مدورة ومثالية اني اعمل فيها بطن اصطناعي وحطه ببطني. والله جبت لكم هالمخدة وحطيت لكم اياها على بطني، وبلشت لفها بهذا البلاستيك النايلون مشان هيك تثبت على بطني وهيك تعطي شكل دائري، وضليتني لفها لحتى حسيتها ثبتت، وبعدين صارت المخدة جاهزة. جبت البنطلون ورفعته لفوق، وبعدين نزلت الكنزة فوقه مشان تبين انه بطون. اما هلا بعد ما عملت بطون، شايفين هاي بطوني، اضطريت البس هذا البنطلون. هذا بنطلون ابدا يعني مو حلو، كثير ما اقدر ارفعه، يعني انا ما بالعادة بلبس هيك بناطرين، فمبهدل بهدلة. وهلأ يا جايزاتي صارت بطني جاهزة، ومالي عرفانة شلون بدي روح هالمدرسة بهذا البطن، فلح البس جاكيت عريض وخبي فيه البطن، وبس ارجع على البيت لح اجيب خالد المدرسة وارجع على البيت بشلح الجاكيت، وما لح اقول لخالد شي، بدي استناه هو يشوف بطني ويقول لي شو هاد ماما شو القصة. لك مالي قدراني اقعد بالسيارة لجيب خلودة، يا الله شو متوترة العالم، يعني حتى وقت لبست جاكيت بين بطني منفوخ واني حامل. ان شاء الله خالد ما ينتبه دغري لحتى نرجع على البيت، لاني ما فيني صوره برات البيت، رح يكون عجقة وضوجة. يلا دعولي دعولي. شوفوا هذا الباب، انا هون بجيب خلودة، هذا صف خلودة، شايفين؟ ليكني فايتة، شوفوا قديش في عجقة على السيارات، كله جاي بيجيب ولاده. وانا حاليا نزلت من السيارة، دعولي ما حدا ينتبه واشتلق، رايحة اركض ركض على صف خلودة. وهون بس طلع خلودة من المدرسة حاولت كتير احكي معه وخليه يلتها بحيث ما يطلع على بطني، بس هو كل الوقت مثل مو شايفين قاعد عم يطلع على بطني كيف كبيرة، شوف شلون. ففشلت الخطة اني قله بالبيت، شكلي بدي قله بالشارع، لانه هو ما عاد يقدر يستحمل وراح قال لي بطنك كبيرة اخر الشيء. Your tummy is getting bigger. شو خلودة؟ Look, your tummy is starting to grow. Look. My tummy? Yeah. Look, it's getting bigger. بطني كبير؟ Yeah. يلا تعال نركب بالسيارة. Grown a baby. بطني كبير؟ Yeah. في بيبي؟ Yeah. في بيبي خالد هون. هابي؟ Yeah. Are they baby inside? خلودة هي كانت مفاجأتي لإلك، رح يصير عنا ببو قريبا. When we gonna have a baby? حلو؟ Yeah, you have a baby. خلودة بدك تلمسها لبطني؟ شو خلودة؟ So big. بطني كتير كبير؟ Yeah. بدك sister. أخ ولا أخت؟ Sister. بدك سيستر؟ يلا طيب امشي نروح على البيت نغير ثيابنا، ولا نروح نشتري ثياب للبيبي. وهون خلودة صار يحاول ياخذ الموبايل من ايدي ويبعد الكاميرا، لانه مفكرني عم بمزح، فبده يعرف اذا اللي عم بحكي حقيقي ولا لا. بدك تقلي؟ I don't want to tell the camera, to tell you. طب تعالي يلا تعالي، ها هاي الكاميرا هون، قلي شو بدها؟ مامي. نعم. Are you having a baby? إيه في بوبو هون. Happy? But when is gonna get out? How many days? يومين. Two days. What's... والبوبو بيصير معنا. It's gonna grow. يعني بدك boy ولا girl? Girl. بدك بنت؟ Yeah. طب تروح نشتري ثياب للبيبي؟ آه نعم. ماما الكاميرا مو على وشك، الكاميرا خلودة. طيب قلي شو؟ Are you having a baby?
ايه في بيبي كاميرا بدي اقول لك في بيبي. Why are you talking like the camera? هنا لانه بدهم فيديو على البيبي. I don't know, are you joking? لا ما عم بمزح. خلوده يلا نروح نشتري stuff for baby. Yeah. اوكي يلا خلوده. قال هو بده بنت بس اذا اجى صبي خلاص شو بده يعمل؟ يلا نروح نشتري اغراض للبيبي. Yeah. اوكي. Daddy's gonna be so happy. بابا دادي رح يكون كثير مبسوط. Yeah. يا عمري. وانا حاليا بالبيت تركت خلوده بالسياره يلي يا عمري مصدق انه انا حامل. طلعت على البيت جيب مصاري مشان نروح نشتري تياب للبيبي انا وخلوده ونكمل المقلب فيه وبس نرجع على البيت رح صارحه بالحقيقه وقول له انه هذا مو بوبو وان شاء الله قريبا بنجيب لك بوبو. يلا ننزل. خلوده بده سندويشه جوعان اعطيها. افتح الباب خلوده. تعال خلوده يلا تعال. سكوت. بسرعة 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 بردان خلوده بردان. يا عمري البردان انا. يلا نفوت على هذا المحل. نقي اغراض للبيبي. واول ما فتنا على المحل خلوده ركض وجاب سلة مشان نحط فيها كل شيء شغلات بدنا نشتريها للبيبي. الله الله. يلا روح. شو خلوده؟ بدنا هاي الببرونة؟ يا عيني. نشتري لها هاي؟ شو خلوده؟ بدك نشتري له من هاي؟ هاي ولا هاي؟ هاي؟ طيب يلا حطها بالباسكت روح. بدنا هاي؟ هاي عضاضة خلوده. بدك تكون كتير كايند مع البيبي انت؟ كتير لطيف بدك تكون؟ رح يحبها لهاي؟ رح تحبها؟ بيبي pillow. مامي نا بلانكت. يا نقيله بلانكت. هاي حرام للبيبي؟ بدنا حفوضات؟ روح جيب لنا حفوضات يا. ليكم وراك. مامي وني شامبو. تعال جيب له شامبو بودرة كمان خاله. ليكم. هاي شامبو. مامي انا باودر. هات بودرة يلا. يا عيني يسلم لي الحنون خلوده. Mommy, it's really nice this one. ورجيني تياب البيبي. وش حلوين. When he gets bigger, when he's small, we wear him this. When he get bigger, he wear this. When he get bigger, bigger, he wear this. اوكي هلا حطهم يا. وانا هون قلت له لخلوده روح نقي ليجو اللي بتعجبك لاشتري لك اياها. مشان لهي شوي وخليه ينسى قصة الغراض اللي اشتريناهم انه اكيد ما رح اشتريهم وجيبهم معي على الفاضي حرام. وقل له انه هلأ البياع هو اللي حياخذ لنا ياهن على البيت ولح يخبي لنا ياهن مشان تمرق عليه. عرفتوا علي؟ بدك من هاي؟ ورجيني ياهن. home sweet home. يلا خلودة انبسط بالشوبينج خلودة. يلا نغير تيابنا. يلا روح. لحظة الحقيقة خلودة صار له ساعة عم يقول لي بدي اشوف بطونك وبدي اشوف بطونك وانا عم اقول له استنى نرجع على البيت استنى نرجع على البيت. فهلا رح ورجيه البطن المزيف ورح نشوف سوا ردة فعله ان شاء الله ما هيك تكون كثير قوية. يلا تعالوا خلودة. ما بدك تشوف بطوني؟ يا بدك تشوف الببو؟ يا يلا تعال نشوف الببو. تعال شوف الببو يا. بدك تعطيه هاج؟ يا اعطيه هيك ضمه ضمه خلودة. شوفي. What is this? You put. You're joking. شو خلودة وين بابو؟ Not here. وين بابو؟ It's not there. There's no baby. No. مالك زعلان؟ What is that? I want a baby. Mom, I want a sister. يا عمري خلودة هاي مخدة خلودة. It's okay يا عمري إن شاء الله هاي قريبة منجيب لك سيستر. أوكي okay? okay. Bye guys. See you in next video. يا عمري خلودة لا تزعل. شفتوا شلون زعلتوا لخالد؟ شوف شلون عم يقلكم باي هو زعلان. وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. الحمد لله خلودة مو كتير زعل انقهر وتحمس أول شي بس بتعرف إنه مخدة ما بعرف ليش شافها شي بيضحك. الحمد لله وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالفيديو. منقلكم باي. تعالوا باي خلودة باي.